هذا سائل يقول: ما المقصود بقوله تعالى فاسأل العادين؟ هذا يقوله والعياذ بالله أهل الضلال إذا سألهم الله يوم القيامة، قال: كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ يقول لهم: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين، عاشوا الحياة يقولون ما لبثنا إلا يوم أو بعض يوم، وهم مروا على هذه الحياة كلها من أولها إلى آخرها، ويقولون ما لبثنا إلا يوما أو بعض يوم. نعم.